أنا في تصوري أنه المنع الرقابي هو في هذا الجانب الخفي في علاقة الفتاة بأبيها. إحنا لم نكن معتادين في ذلك الوقت على فكرة الإلكترية أو علاقة الفتاة بأبيها. السلام عليكم أحمديه. أهلا درويش. يا ترى لاقي الحاج هناك؟ أفتكر مستنيك. متشكرين يا إكسلانس. الشخصية اللي تبدو حقيقية أكتر من أي شخصية تانية هي شخصية درويش اللي كان بيمثلها توفيق الدقن اللي فيها كل التناقضات. بتكتشف الابنة عن طريق هذا الرجل الشرير توفيق الدقن أنه بيهيئ الظروف لكي تكتشف الابنة خيانة أبوها أو وجود علاقة غير شرعية بين الأب وبين خادمته. شخصية مليئة بالتناقضات بتمثل اللي بنسميه الأنتي هيرو اللي بيملى الفراغ ما بين البطل ما بين الفيلن. تقدر في وقت من الأوقات إن أنت تحبه وتتعاطف معاه عشان أخوه وفي وقت تاني تحتقره عشان اللي عمله مثلا وإزاي إنه باع ضميره وباع شرفه وباع مرات أخوه. لو مديت إيدك النكسة دي عليا تاني هقطعها لك، سامع؟ أنت مالكش حكم عليا. أنت نسيت إنك مرات أخويا يا بت؟ بت أما بتك. أخوك ده أنا معرفوش، نسيته. نسيته من ساعة ما خد ال 100 جنيه وقتل الراجل ودخل السجن وسابني عروسة. وبعدها بجمعة واحدة حضرتك جيت وسحبتني من إيدي للجبلاوي. غصب عني. انت نسيت ولا ايه؟ لما نيجي نبص للحبكه الدراميه بتاعه الفيلم هنلاقي ان في النهايه الفيلم الحبكه الدراميه بتاعته اللي قادها هو الانتي هيرو، هو توفيق الدقن، هو اللي عمل البلوت بتاعه انه يكشف جبلاوي قدام بنته. كانت لحظه صادمه جدا في حياه الفتاه، فراحت بمنتهى الجراه ومنتهى العنف ومنتهى الاندفاع ليوسف شعبان ومنحت نفسها له واستسلمت تماما استسلاما كاملا، وحصلت الخطيئة أو السقوط الأخلاقي، وبعده انتحرت هذه الفتاة على وقع صدمتها في أبيها. وبعد منع الفيلم اتصلت أنا الكبيرة طبعا شادة الله يرحمها بصبري تسأله إيه السبب الرئيسي في منع الفيلم. فصبري حكى لها حقيقة مجموعة الممنوعات اللي قالت عليها الرقابة على المصنفات، وكانت حزينة جدا وقالت ان دي قضية كانت قضية خطيرة جدا كانت تحب ان هي تناقشها، لان دي بتناقش قضية المرأة المصرية، المرأة اللي بتبقى مضطهدة داخل بيت الأسرة. فوعدها صبري بان الفكرة متواجدة وان هم ممكن يعملوا الموضوع ده مسلسل تلفزيوني وهي هتقوم ببطولته. كلمه أشرف فهمي وقال له إن إحنا ممكن نعمل سبعية، أنت ممكن إن إحنا نحول هذا العمل إلى سبعية. كتب صبري فعلا سبعية بحلقاتها الكاملة 7 حلقات وسموها ملك الملح. الفيلم لما حصل عليه المحاذير الرقابية والرقابة يعني هلهلته وبهدلته، مؤثر رقيب يعني يحذف المشاهد بهذه الطريقة، فدخل ناس كتير فقالوا لا خلاص يعرض، هم قالوا لا ما يعرضش، لو هيعرض يبقى يعرض بنفس المشاهد اللي تم حذفها لأن دي مكملة للفيلم وهي أساسيات الفيلم. فبالتالي صناع الفيلم هم اللي قالوا